بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. فهذا هو الدرس 15 من سلسلة الكبائر. ود ييمان وندمناها توجي عباتنا ناتوجي سلا تلالك وانجلوج يمنا ورباتشو تكتاتي كفل أسرام سنيا كفلنو أهون كسو حق قابة تيازة بالكو كمنا وساويم كمي وسو تلالك وانجلوج مكاكل أكل مال اليتيم وظلمه وظلمه يتيم من جنزب مبلعتنا مبدل يتيم يمي بالو من نيوم هسألج أكال متن كمدرس وفيت وندمي هنسيت أكال متن كمدرس وفيت ولا جاباتو يموت بات سو يتيم يبالا يتيم مالت يقد دها كدهنتنا كحبتا من نتقع أيازم يتيم نو كتبالا عباتو حبتام هونو بر طلولت متولي هوني چلان يتيم نو دها دهنتم ينكاولي هوني چلان يتيم نو يتيم مالت يقد دها مهون اللبت على اللم شرطو من نيام وند ويمسيت أكال متن كمدرسات شو بفيت بالله ودمات شوست ولا جاباتات شو كمتبات شو يتيم يبالال يتيم قداي كبادنو يتيم قداي بإسلام وست تلك بوتانا درجان يالو نبي عليه الصلاة والسلام لزهم نو منالو أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري منال رسول صلى الله عليه وسلم أننا قالوا كفيلا يمي أسرادر ويمي كفيلا يتيما واستنا يوسد يتيما يمي أسرادرنا يتيم واس يتيم تتري أننا سو جنة وسط عبر النهن من كرار ربه بهولة توت أتوش مكاكل يالا ورقة تستولو يزار ركة يأكل بيتشانو لن الله يمن جلو كرار ربعتشن أننا سو جنة وسط اندزهنو. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. من نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم يتيم أستداداري يتيم يمني أستدادرنا يتيم يمين كباك كبسو يا يتيم زمدون بهون وين بعدان بهون زمدو سبال من البات يوندم ولج يلج ولج زمدنا يلونا تسسر يلو بهونم كافل اليتيم سبال حلافنة يتوتا يا بلاو يا تطاو جنزبون دياد قلت يتنكباك بنا يتلاين قروتش لا الله بلو يا درق أنا وهو كهاتين في الجنة أن الناس سو جنة تست أجد أنك أرربا لله الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي جيه تسألج ويمتشي هسألج ولا جاباتات شون يهدوت كأناتي لك عباتات شون ماتات يتيم ياسبالات شو لمن دنو إلى أهل العلم يمين كباك كباك شو برمي متعلات شو وجي يمي شفنو يمي ياسرات درات شو يبلت أسسلهنا أسسي موت النزين يقروا تي قارت بات شو لبات شو قلبات شو يسبرال لياكم لاياكم يجلالو حتى مموتون. أنسى ساكو هنا الناتون سيات آنو الناتناتنا ينقر هلو متووت أو أنسى سا الناتون سيات آنو يتيم نبالي لالو يسولي جغل عباتون سيات آنو
أكان مثلا كدرس أبوها لا طبعا راسون كاوك راسان كاوك أشبوها لا يتيم النتي أبقى نا يتيم جنزب مبلات كباد وانجلنو يتيم جنزب قلد أدلم يتيم جنزب ترى نقر أدلم الله زند أدقنيا نبرتنو الله زند تلك بوتها لو حقنا قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما النزيا يتيموتشن جنزب ببدلنا بقف يالا أقباب يمين مقبو سوج يمين تكمو سوج إنما يأكلون في بطونهم نارا يبلو يالوت بهدات شوست إسات النوم يمي جمروت هدات شوست يمي أسقبوت إسات النوم سو النتات شون يمي أدلبو يمي أدلبو تنا يمي أوفروت بإسات النوم وسيصلون سعيرا جيك يتكت عطلت عدقين يا إسات النوم يقبوت عليك أمسوات علينا الله عز وجل جهنم إسات النوم يبلوت يقول رسوت يبلوت هلو إسات النوم إسات هنو يقاتلت شوال يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جنزب من هول جوش يما يتكمبت وجنزب من يما يتكمبت إلى الناس أتلاي بأسات يمين قبقبنا يمين قتلوا يخونا لزهنو يأتي من جنزب مبلات من كبائر الذنوب يخونه مسكينو من أم يعكو نقر على من أم يردو نقر على من أم يجنزبو نقر على ما كن أي كلا كللت ما نمك جن أي سلف النايك أملت يا باتي النا يا باتون جنزب كورسه بحالا ما نمتون دلبي جرجر بتال إن دلبي تكمل بتال يسوي يوم القيامة وجاوني كم سالي عنياتك وقال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم يتيم جنزب إن دات كربون وجراش يا الله عز وجل إن دات كربو إلا بالتي هي أحسن ملكا منا مرتبهن وملكو بهن نجي حتى يبلغ أشده أكالمة أن درسو يبرتاتنا يتنكار يدمي ولا يدرسو راسون براسو ما استدى درس كتل قزي درس من ما ينتنبرتون إن دات كربو كذابوها لقل راسون كاوك وانا يكلاك كلا راسو يمكتان نبرتون إنا تنكاكي يمفلق نقرنو وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث المعراج الذي رواه البيهقي وابن كثير فإذا أنا برجال قد وكل بهم رجال يفكون لحاهم وآخرون يجيئون بالصخور من النار فيقذفونها بأفواههم وتخرج من أدبارهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي سعيد الخدري سل ليلة المعراج سل معراج مشت يا وربت قزي ولسماء يهربة قزوب ما اسم القدس ينقر منالو يتقواسكو يبال لهبت ساعة سماء لي يهون سوچن أيهن يهون سوچ تمدبوا باتشوال زيقاقن چوچاتون ماقن چوچاتون يكفتو أفو تشاتشو استلال لقاطين دينجا وتشني وراو ربات شوال يهسات لقاطين دينجا وراو ربات شوال يهسات بعفات شو جبتو نسأل الله السلامة والنجاة بمكمة أتشي وتعال إنما الناتشو بييت أيكون يالو جبريل هو إنما الناتشو بييت أيكوا النزية يأتي من جنزب يا لأقباب يمي بلو ناتشو يا لأقباب ببدل الناب بقف يبلوس يا بكو يميتقاقمون يمينورو ناتشو النزي دمو ساعات يبلالو يتبالو تنزيه ناتشو ولذلك يقول الإمام السدي رحمه الله يحشر آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ودهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه وعينيه يعرفه من رآه أنه آكل مال اليتيم مام السدي عليه رحمة الله من إلى اللو يتي من جنزب يمي بلو سو يوم القيامة جنزب النار نبرت يما يتأكمل بتنشة النار تلاقي ويم جزيل هاي ككبر من السابة مي قسق قسق جزي يأسات نبل بال
يسات ولافن كافو يوتال كمسمياو تشو كجورو يوتال باكافن تشاونا كاينو يوتال ان زا سو كله ييتيم غنزب اندبلا مهونون ياقالو تملكتو انغدي انغدي ييتيمن يمنا استدادر بيتسبوت حتى اهل العلم عندنا يقولت انات انكون يهصال لجوان اباتو اباتو كموته يهصال لجوان نبرت منكاتنا متقم اكل ورجنات يسو حقنا يدرس نبرت كالو متقم اتتشلم من البات مجب انكون بيمجب وين مجب بتسرالت مكمس بتشانو متشلم لمكمس انجي مبلات اتشلم يلال كمشا شجر يلهو የራሷን አንድ ላይ አዘጋጅታ ከሆነ ብትበላ ችግር የለውም ነገር ግን በሱ ንብረት ብቻ ከሰራች ከመቅመስ ባሻገር እንኳን አይፈቀድላትም بمعروف الله سبحانه وتعالى ያስቀመጠው መመሪያ አለና እናያለን قال العلماء فكل ولي اليتيم يتيم የሚያስተዳድር ማንኛውም ሰው يتيم የሚከታተል በድርጅትም ደረጃ ይሁን በግለሰብ ደረጃ ان كان فقيرا فاكل من ماله بالمعروف ده هكوننا بغنزبون باغبابو كبلا لمثالي ليلا سرا مسراتتو اسون بيتشا مياسترادر يسون بيتشا غنزب مياستناغد كونه لدموزنت اغباب بالو ملكو يا كبابيون هنيتا تچباچون مسرت بمارك تمساساي سرا يميسرو سوت يميوسلوتن يدموز متن ياكل بيتشا موسد يچلال مالك ليلا سراون اقومو يتيمون بيتشا غنزب اسادغالو نبرتون كفارغلتالو حقن وطالتالو ወይ ማደረና ሐላፊነት ተሰጥቶኛል ያለ ወይም ድርጅት አቋቁሞና ከፍቶ ሲያበቃ የቲምን የሚያስተዳድር ድርጅት ካቋቋመ ከሰዎች ለየቲም ርዳታ ከሰበሰበ በኋላ ያንን ብር ዝም ብሎ መብላት አይችልም የየቲም ገንዘብ ነውና ለሚያስፈልገው አስተዳደራዊ ስራ ደሞዙ ወሳኝና የተስማማባቸው ውል የተፈራረመባቸው ወጪዎች ካልሆነ በስተቀር أنه يتمنى يجيالو يقلدنا بشريعي يشوفو مبلات كأسات ميادنا لله عندان دو اتشنكتن شي يقلد يجينا اندال ليه دبتال الله نايفرام سلزي دهاكو هنا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلا بأس به للجوتكم سبال እንደዚሁም ገንዘቡን ለማሳደግ ብዙ አይነት ጥረቶችና የሰዓት የጊዜ መስዋዕትነት ስለሚከፍል ለዛ ተመጣጣኝ የሆነ ተገቢ የሆነ ነገር ብቻ ወስዶ መጠቀም ከሆነ ይሄ ችግር የለው وما زاد على المعروف باغباب ከሚበላው በተጨማሪ ያለው ግን فسحت حرام حرام ነው ቅጥፈት ነው ውሸት ይሆንበት አለ لقوله تعالى مكنياتهم الله عز وجل في القران من بلالنا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف هبتام كونه نبرتنا غنزب كالو يبقاقنا كزي نجر راسون يارك يتبقال ومن كان فقيرا دهاي هونس مسكين كونس راسو اسو ماسترادر بيفلقه فلياكل بالمعروف باغبابو يمغبالو من دنو ملكياو كتبالا وفي الاكل بالمعروف اربعه اقوال እንዴት ነው ለመሆኑ በአግባቡ መጠቀም ይቻላል የተባለው ከተባለ አራት አይነት قول አስቀምጣው አለ العلم የመጀመሪያው انه الاخذ على وجه القرض እንደ ብድር አርጎ መውሰድ ይችላል እንደ ብድር አርጎ ወስዶ ይጠቀምና ከዛ መመለስ ይችላል አለ والثاني الاكل للحاجه من غير اسراف ከዛ ሱከሱ ንብረት አስፈላጊና አሳሳቢ የሆነ መጠን ብቻ ወስዶ መጠቀም ነው ሳያባክን ድንበር ሳያልፍ ثالثا انه الاخذ بقدر الحاجه اذا عمل لليتيم عملا ليتيم يهون سرا كسرى كذا سرا غا تسمامنا تمطاطان يهون نغير موسد يخلا والرابع له انه الاخذ عند الضروره سيتشغرو بيتشا موسد نول فان ايسر قضى كذا بهالا كتبقاقلتنا كتمتشاتشلت مكفلا لنبت وان لم يوسر فهو في حل هبتام كان هنا بهالا كالتمتشاتشلت مملس عقم كليلو جن شجر يلهم وهذه الاقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره نليلوچ معنوچ مندن ميلوت معروف يميلو اغبابو ملكا مندنو استوا يهونو سوچ نجبني ما يميلو سوچ الله عز وجل يميفرو سوچ
የሚሰጡት መልክ ያናገምት ነው አለው ይሄን ይሃል ከበልና በአግባብ በልታል ይባላል ብለው ያስቀምጡለታል ስለዚህ ከየቲም ጋር ንክክን ዝምድና ያለን ከየቲም ጋር ግንኙነት ያለን ሰዎች አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ለምፈራበት ይገባል ይሄ ጉዳይ በጣም አደገኛ ነውና ነገምኛ ልጆቻችን ላይ ይደርሳል እኛ የሰው ልጅ ካሰቃየን ነገ ሞተ ልጆቻችን ስቃይ ይበላሉ ልጆቻችን ላይ ብዙ አይነት ነገር ይታያል الله عز وجل لذيه نو ان ذا يتيمن يمطالو سوت يتيم كيتيم غايت هيازا كففر يالاتو سوت اللهن مفرات اندالباتو الله ميجلصونا مينناغرو عند سو ابو الدرداء رضي الله عنه زند متانا فقال له اوصني بوصيه باك يونه مكر ستنيالو قال ابو الدرداء ارحم اليتيم يتيم نزن اللتال ليتيم نزن وادنه منك ودانت ماقربو واطعمه من طعامك كم جبهم قلبوا مجبوا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملكتنيا اندي سلو سمعتالو ان اتاه رجل يشتكي قسوه قلبه يلب دركت اندم يغطم اندغطمو متو نغراچو لبي يدرك يا رسول الله علاچو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا منالو ان اردت ان يلين قلبك لبه اندي لذبنا اندي لسلس كفلك فادني اليتيم منك فادني اليتيم منك يتيما ودان تقرب وامسح راسه صقر اما بس واطعمه من طعامك متمجبون مجبوا فان ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك يهلبهن يا لسلسال يا لزبلهال قدايهن مفصم ميهون مكون تشلالها له المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن الهيثمي وهو حديث حسن النبي عليه الصلاة والسلام يتيم لا ينقلي انكوان تأكنن يتيمين انكوان اذا ادرقن بتككل باقباب لباتشن يمي لسلسو يتيمين انكلاس النابس اندهونا يا سيد يتيم انك بكابي يفلقان يتيم ارداتا يفلقان من البات انك بكابي النام يفلقا ورداتا يقنزب بتشالا يهون يشلال مكنياتهم دهالا يهون يشلال كل قزي يتيم بابزان يو قزي يتيموش دهو تشونو ناقينات شوالن اباتاتو يموتان نبرتين وروهم جن هابتام يهون يتيموش ينورالو حتى ينسم حق متبك مشالا اللبت يتيم اندى يتيم النتو لتنكباك كبو يتيم اندى يتيم النتو الله اللي تفربتي كبال قدم بيها تشوهالو عدلم ليلا سو ولا جناتو مقوان باقباب يتيم من حق متنكك ينو رباتال الله سبحانه وتعالى بزيلاي الصوام يهون ليلو تمفراتا اللبات شو النات متشم تشكنا يا يتيم يا نجوان قنزب عالتابلا الشمال تشكنا الناس لا يعلو نقر ندزي كتباله ليلا من باب أولانه سلزي يتيم درجة متمر واندموتش الناتو تشوي بزيه نبرة النابة يتيم وتشلاي الله انفرو عندان دو يتيم قنزب سبسبو راسو كيسون ياد اللبال هيوتون ياما تشاتشال النزي يتيم وش قنت تشكرو ده من باب يالك أسو نعم من الله باتاتشن بهوت بنور نورو يالو وستعجو يكوصلنا يدما يمنور سنت الناس نسوه تشالو للنسو سايدرس بالنسو سمتو للنسو سايدرس ميبالا الله عز وجل انديهم يارقو سوه تشالله اللي فارو يكبالو فان صارو هلا فينتهم بتككل امانون توتو باقبابو يمي عدرسو اسالفهم كراساتشم يمي ستو ملكان بقو سريو تشندالهم امي كادرنا ስለዚህ ሁላችንም በግልም ይሁን በድርጅት ደረጃ ከየቲም ጋር የተያዙ ጉዳዮች ያለን የየቲምን ጉዳይ ድግ መጠንቀቅ ይኖርብናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስማነው የምንጠቀም ያድርገን ሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢሂ ወሰለም